بهذا الدرس راح نتكلم على موضوع بسيط وسهل، اللي هو إضافة نص معين بس يكون أسفله خط. مثل هاي الكلمة تشوفون كلمة about أسفلها يكون خط، فراح نسوي هذا الشيء داخل HTML. أنت تستطيع إنه تضيف هذا التاج اليوم، حشرح عنه اليوم بأي جزء موجود بلغة HTML أو عنصر، بس أكيد لازم يتعلق بالنصوص. مثلاً أضيفه داخل الإجوان، داخل الباراجراف، أي مكان يتعلق بالنصوص أنت تستطيع استخدم هذا التاج اللي راح أشرحه اليوم. مثلاً أضيفه بشكل مستقل بالبداية. اسم التاج هو يو، يقصد به underline يعني خط بالأسفل يكون. فنكتب سلاش يو نغلقه، وبالنص بعلامة الفتح وعلامة الإغلاق تكتب النص اللي تريده ينعرض بأسفل خط. مثلا نكتب about iPhone 13 Pro Max، نسوي سيف، نرجع على الصفحة نشوف انه اضاف لنا هذا النص واسفله خط. خليني اكبر المتصفح نشوف بالفعل اكو خط اسفل النص. هاي الطريقة الاولى، تستطيع انت تضيف هاي الطريقة داخل الباراجراف، يعني اضيفها داخل تاج اخر. مثلا كلمة Apple اكتب بس مجرد قبلها، قبل الاي ام اللي هي تكلمنا تسوي خط مائل، استطيع اضيف ايضا تاج قبلها. فنكتب كلمة يو وبعد علامة الاغلاق مال الخط المائل لاي ام نكتب سلاش يو نغلق اليو. فطبيعي جدا انت يكون عندك تاج وبداخله تاج اخر وبالنص، فراح كلمة ابل راح تكتسب خاصيتين، اللي هي اول شيء راح تكون خط مائلة، وبالاضافة انه يكون اسفلها خط. فنسوي حفظ ونشوف شنو النتيجة. نشوف انه كلمة ابل هي مائلة وكذلك اسفلها خط. فطبيعي جدا انت بـ HTML تضيف مثلا اكثر من تاجات، وكل تاج راح ينطي خاصية معينة، بس اكيد يعني لازم تكون الخاص يعني متعلقة بالبعض، يعني مثلا هنا عندنا تتعلق بالنصوص فماكو مشكلة يعني. او مثلا اكتبها داخل الاجوان، مثلا كلمة device اسويها مثلا فقط تكون يعني خط بالاسفل، الام راح امسحها ماكو داعي، بس اكتب يو وبالنهاية اغلق اليو. نسوي حفظ، شوف انه كلمة device صار اسفلها خط. هاي الطريقة الاولى، وتستطيع انه تستخدم الطريقة الثانية اللي هو تاج اسمه ins. نفس الشيء هاي اليو راح استبدلها بكلمة ins وبالنهاية اكتب ins. سوي حفظ، ماكو اي شيء تغير. كلمة device استخدمت بها التاج الجديد اللي هو ins، وكلمة apple استخدمت بها التاج اللي هو يو. ماكو اي شيء، اثنينهم اسفلهم خط. فاذا انت بامكانك تستخدم التاج الاول او التاج الثاني اللي هو يوم، انت حر باستخدامك، بس هذا يقصد به inserted text، يعني مكتوب، نشوف الوصف، مكتوب this ins element represents an addition to the document، يعني هذا مثل النص اللي انت تضيفه داخل هذا، يعتبر نص اضافي او يعني addition، فشيء نص اضافي مدرج ضمن النص. فانت يعني ما راح يأثر بشكل كبير على محتوى الصفحة اذا استخدمت اليو او الاي ان اس. هذا الدرس راح يكون بسيط وسهل، لانه راح اتكلم عن طريقة انه كيف انه تظهر جزء معين من النص وتسلط الضوء عليه. لو نشوف هاي الصورة، انه انت بعض الاحيان يكون عندك في نص معين مثلا كتاب او شيء، وتحب انه كلمة معينة يتم تسليط الضوء عليها بلون اصفر. حتى اكو اقلام تنباع بالاسواق متوفرة اللي هي مثل تأشر باللون الاصفر على نص معين، وراح يصير بهذا الشكل. فاحنا راح نطبق نفس الفكرة داخل صفحتنا. نفترض انه اني مثلا اريد اضيفه على كلمة معينة او اي شيء، ماكو اي مشكلة عندي، بس راح احاول اضيفه بفقرة جديدة حتى نشوف الفرق. اكتب بي باراجراف واكتب نص معين، مثلا على الايفون 13 برو ماكس اكتب this device مثلا comes with 350 جيجا بايت، يعني انه جهاز الايفون هذا ياتي بذاكرة 350 جيجا بايت، او اي نص معين، اصلا ما اتوقع انه يجي 350 جيجا بايت، المهم يعني بس شرح بسيط. لو ارجع على الصفحة شوف انه اضاف لهاي الفقرة، ماكو اي شيء جديد. لنفترض انه انا اريد اركز على كلمة 350 جيجا بايت واخليها تكون مؤشرة باللون الاصفر، بس مجرد ارجع على هذه الكلمة قبل ما تبدأ واكتب تاج اسمه مارك واغلق. هذا المارك اللي هو ذكرت يسلط الضوء على جزء معين من النص،
بعدها أغلق التاج سلاش مارك. حاليا أي نص أكتبه بالنص بين علامة الفتح وعلامة الإغلاق راح يتم تسليط الضوء عليه ويكون باللون أصفر. لو أسوي حفظ وأرجع شوف أنه فعلا 350 جيجا بايت هاي الكلمة صارت باللون الأصفر. لو أكبر المتصفح شوف الفرق نفس هذا بالضبط. أي كلمة أكتبها بعد علامة الإغلاق هذه راح يتم التعامل معها لأنه هي نص عادي حالة حال هذا النص، لأنه هي ضمن الباراجراف راح تكون مثلا يوتيوب. نسوي حفظ شوف أنه كلمة يوتيوب نص عادي تعتبر وليس من ضمن المارك لأنه تم إغلاقها. لو أريد أي نص أخليه بعد يكون مارك أكتب هنا اليوتيوب مثلا أحمد. شوف أنه 350 جيجا بايت أحمد هاي باللون الأصفر لأنه ضفتها قبل علامة الإغلاق. أما اليوتيوب هذه ظهرت باللون الاعتيادي لأنه هي تعتبر ضمن الباراجراف. فهذا الدرس بسيط عن المارك، وطبعا أنت تستطيع أنه تستخدمه بشكل مستقل، يعني هاي تنسخها وهذا كله تمسحه بالكامل وتضيفه ضمن الصفحة بشكل اعتيادي. شوف أنه 350 جيجا بايت أحمد انضافت باللون الأصفر بدون أي فقرة أو شيء. فأقصد أنه تستطيع تضيف المارك تدخلها داخل فقرات أو مثلا أي نصوص معينة داخل الصفحة تستطيع تستخدم هذا التاج. بهذا الفيديو راح نتعلم عن كيفية كتابة النصوص اللي تكون بالأعلى والنصوص اللي تكون بالأسفل. خلينا نشوف مثال شنو أقصد. السبسكريبت اللي هو أنه أنت تكتب نص بحجم صغير سواء كان حرف أو أي حرف مثلا أو رقم تكتبه بأسفل الكلمة أو الحرف مثلا edge 2، بينما السوبر سكريبت اللي هي تكون حرف أو رمز أو رقم مثلا تكتبه بأعلى الكلمة أو الحرف. فهذه الأشياء راح نطبقها داخل الHTML. بالغالب أنت راح تستخدمها مثلا إذا كان عندك مثلا أشياء تتعلق بالرياضيات مثلا X2 أو أشياء مثلا بالكيمياء مثلا H2 هالأمور، أو أسماء الشركات مثلا تكتب R أو مثلا TM، فهي الاستخدامات مالها. فخلينا نجرب عن طريق هاي الصفحة، راح أستطيع يعني أكتبهم داخل الباراجراف هذه أو أكتبهم بشكل مستقل ماكو أي مشكلة. فراح نجرب نكتبهم بشكل مستقل. أول شيء راح نكتب اللي هو السب سكريبت اللي هو يكون مثل هذا يعني مثل H2 راح نكتبها. فراح أكتب باراجراف سلاش بي، راح أكتب إج، وبعدها مثل ما تلاحظون التو هي راح تكون بالأسفل. فحتى استخدم السبسكريبت بس مجرد أكتب تاج اسمه سب، وبداخل هذا التاج راح أكتب الحرف أو الرقم اللي أريد أظهره بالأسفل اللي هو رقم 2. بعدها لازم أغلق التاج اللي هو سلاش سب، وآخر شيء أكتب الأو. هسه لو أسوي حفظ نرجع للصفحة نشوف أنه ضاف هذا الرمز اللي هو Edge 2O. فلو أكبر الشاشة بالفعل نفس هذا الشكل اللي هو Edge والتو بالأسفل بحجم صغير والO يعني هي نفسها تلقائيا يعني بدون أي تعديلات. فالEdge هي حرف عادي بس التو صارت بشكل يعني بالأسفل وحجم صغير والO بمكانها بقت ثابتة، لأنه نلاحظ أنه السب علامة الافتتاح وعلامة الإغلاق وفقط نحن وضعنا رقم الاثنين بالأسفل. هسه خلينا نجرب مع السوبر سكريبت انه الحرف يكون بالأعلى. مثلا نستخدم كلمة اللي هي X2 مثلا بالأشياء تتعلق بالرياضيات، فنفس الفكرة بس نسوي أو هاي نمسحها أو خلينا نسوي سطر جديد مثل ما تعلمنا، يعني بس مجرد للشرح نكتب باراجراف جديد سلاش بي ونغلقه. مثلا راح نكتب X والتو رقم 2 مثلا راح نكتبه يكون بالاعلى، فراح نستخدم تاج اسمه SUP اللي هو سوبر سكريبت. هذا SUP هذا SUP، بعدها نكتب الرقم 2 مثلا ونغلق التاج اللي هو سلاش SUP. هسه نسوي حفظ نرجع للصفحه مثل ما تلاحظون X مرفوعه للاثنين. فهو هذا شكل السوبر سكريبت وهذا السب سكريبت يعني يكون بالأسفل. بهذا الفيديو راح نتكلم على تاج اسمه أدرس واللي راح نستخدمه حتى نعرض معلومات الاتصال، يعني على سبيل المثال معلومات الاتصال بالمؤلف،
معلومات الاتصال بالشركة، أي معلومات اتصال تتعلق بالمحتوى الموجود مثلا بالموقع أو بالمؤلف، كل هالمعلومات تعتبر معلومات اتصال ولازم نستخدم إياها تاج اللي اسمه أدرس اللي راح أشرحه بهذا الفيديو. وطبعا معلومات الاتصال راح تكون مختلفة، مثلا رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، على سبيل المثال العنوان الفعلي، يعني مثلا العراق بغداد مثلا شارع 60 مثلا قرب نقطة معينة مثلا، هاي تعتبر المعلومات، أو مثلا رقم الفاكس إذا عندكم يعني مثلا. فراح أستخدم إياها هذا النوع من المعلومات، راح أستخدم إياها التاج اللي اسمه أدرس اللي راح أشرحه بهذا الفيديو. تستطيع أضيفه بأي مكان داخل الموقع، يعني مو بضرر يكون بعد البوديوم مباشرة، بأي موقع يعني بأي جزء بالموقع تستطيع أضيفه، يعني يكون تحت عناصر أخرى، تاجات أخرى، ماكو مشكلة. فأكتب أدرس بهذا الشكل وأغلقه، وبالمنتصف أنت راح تضع معلومات الاتصال، يعني حسب هي مختلفة حسب احتياجك. مثلا أكتب العنوان الفعلي أو المقر مثلا يعني، وأستطيع يعني أنزل مثل باراجراف حتى نرتبها، مثلا أكتب العراق أربيل شارع مثلا 60 مثلا أي شيء، وبعدها مثلا نعطي معلومات أخرى، مثلا خلي أقرب نقطة دالة مثلا قرب سوبر ماركت أي شيء. لو نسوي سيف ونرجع على الصفحة تشوفون صارت بهذا الشكل العنوان فعلي، حتى ظهرت بال يعني مثل إيتالك يعني مائل حتى تبين إنه تعتبر معلومات اتصال. فالعنوان الفعلي البلد المدينة، أو مثلا تخلي الرمز البريدي تكتبه بهذا الشكل، الرمز البريدي 1 2 3 4 5 مثلا، بعد مثلا اضيف رقم الهاتف يعني حسب احتياجك انت، مثلا زائدا 9 اي رقم مثلا. شوفون ظهرت بهذا الشكل. فهاي معلومات الاتصال في حال مثلا انت عندك موقع يعني وبيه شركة، وهاي معلومات المقر الرئيسي. فانت يعني حسب احتياجك وحسب المعلومات الاتصال اللي عندك، فهذا التاج مفيد جدا وإلا معنى دلالي، يعني الادرس محركات البحث راح تفهم من المحتوى اللي بداخلها هو يعتبر معلومات الاتصال، سواء كانت عندك مقالة ومعلومات اتصال عن المؤلف مثلا هذا موقع او هاي الاشياء اللي تتعلق به، او مثلا تشوفون عندك عنوان فعلي للشركة او المقر الرئيسي، أو رقم هاتف، أو رقم يعني مال فاكس، كل هاي الأمور تعتبر معلومات اتصال. فإلى هنا أحب أختم هذا الفيديو، تستطيع استخدامها مع كثير من الأفكار، وغالبا هذه ما راح استخدمها مع أسفل الموقع، يعني لا تلاحظون أنه بالمواقع تنزل إلى الأسفل آخر شيء راح أشوف مثل مكتوب مع حقوق الطبع والنشر، أكون مثل معلومات الاتصال وهاي الأمور. هذا الفيديو راح اتكلم عن موضوع مهم جدا يتعلق بتنسيق النصوص، بس هذا التاج اللي راح اشرحه اليوم راح يكون يعني نقطة بداية لنا لتعلم لغة CSS. نفترض انه انا عندي هاي الكلمة ضمن هذا هاي الفقرة بالكامل، احب انه مثلا تكون بلون معين او بتنسيق مختلف تماما عن التنسيق اللي هو يعني الافتراضي لهذا الباراجراف اللي بالكامل. فهذا الشيء احنا بالفيديوهات السابقة تعلمنا مثلا انه نخلي كلمة ابل مثلا او اي نص معين يكون مائل مثلا او خط غامق او تحت خط، كل هالاشياء تعلمناها. لكن من راح نتعلم CSS ان شاء الله نستطيع انه مثلا كلمة واحدة فقط مثلا هذه او جزء من النص كامل نعدل عليه بشكل مستقل بلغة CSS وتغير شكله حسب ما انت تحتاج. فحتنطبق هذا الشيء حاليا بـ HTML ونفصل كلمة ابل عن هاي الباراجراف بالكامل، ونستطيع نسوي اي تعديلات على هاي الكلمة بلغة CSS. فراح نستخدم تاج اسمه span span. بعد هذا span تخلي الكلمات اللي انت تريد تجعلها منفصلة او تحب تعدلها بشكل مستقل بلغة CSS، فانا راح اخلي فقط كلمة ابل سلاش span. هسه لو احفظ وارجع للصفحة شوف ماكو اي شيء تغير بكلمة ابل، يعني بدون يعني اي شيء يتغير عليها. لكن اللي صار انه شنو حاليا اذا يعني اعدل على هذا الاسبان بلغة CSS
فتلقائيا الابل راح تاخذ شكل مختلف. فنفترض انه اني هاي كلمه ابل اريد اغير اللون مالها، هذا اللون هو اسود لهذا الباراجراف، اريد اخلي مثلا كلمه ابل لونها مثلا ازرق، اما البقيه هذول ما راح يتغير اي شيء من عندهم، فقط كلمه ابل. بكل بساطه هسه راح اجرب اكتب كود بلغه سي اس اس داخل هاي السبان، يعني نعطيها خاصيه ونعطيها خصائص معينه مثل لون وهاي الامور، وهاي الخصائص فقط راح تطبق على هذا النص اللي موجود بالنص. فاذا هذا الفيديو راح اكتب به كود مع سي اس اس، بس راح نكتب كود بسيط ان شاء الله بعد ما نبدي سي اس اس راح تفهمون شنو قصدي. فاذا هذا الفيديو حسيت انه شيء صعب عادي، يعني ماكو مشكله، راح نتطرق لهاي الامور لاحقا. فحتى نستخدم كود سي اس اس داخل ال HTML، لانه احنا ان شاء الله ما راح نتعلم سي اس اس، صفحه ال CSS راح تكون منفصله، يعني ما راح نكتب كود سي اس اس وداخل صفحه HTML، هاي طريقه خاطئه، بس انا هذا الفيديو بس مجرد الشرح. فراح اكتب كود سي اس اس بسيط داخل ال HTML. حتى نطبق كود سي اس اس على اي عنصر HTML موجود عندنا راح نستخدم خاصيه او اتريبيوت اسمها ستايل، ونكتب يساوي ونخلي بالنقطتين اللي هو كود سي اس اس. انا مكتب ليش اكو خطا دونت يوز امتي لازم اكتب نص معين. المهم يعني اقول لك ما يصير تترك علامات الاقتباس فارغه مع الستايل. المهم من كتبنا خاصيه اسمها ستايل يعني الشكل او التنسيق، فالستايل يعني يقصد بها انه داخل علامه الاقتباس هذول اكتب لي كود بلغه سي اس اس او تصميم بلغه سي اس اس. حاليا راح نضع كود سي اس اس او التصميم مالنا داخل هذول علامات الاقتباس، حتى بعد راح يتطبقون على هذا العنصر. وبما انه كلمه ابل هي ضمن هذا العنصر السبان، لانه هي ابل صار بين علامه الافتتاح وعلامه الاغلاق، فراح يتطبق عليها ايضا هذا التصميم. فحتى نكتب كود بسيط بلغه سي اس اس، بس راح نغير لون النص هذا مال ابل. بكل بساطه نكتب color يعني لون النص، وبعدها تضغط شيفت وحرف الكاف حتى نضيف نقطتين، بعدها نخلي اللون مثلا هو بلو، راح اختار بلو او اكتبه بنفسي بلو. بعدها بس مجرد اغلق الميزه الاول اضافتها بسيمي كولون او هاي النقطه وعلامه الفالزه صايره بحرف الكاف من الكيبورد. هسه خلاص نسوي حفظ ونرجع للصفحه. نلاحظ انه كلمه ابل صار لونها ازرق، طبعا انت لازم تسوي ريفرش. لو نكبر الشاشه نشوف انه بالفعل هذا اللون بالاسود بالكامل، فقط الابل صار لونها ازرق. فاذا فكره السبان انه انت تسمح لك تخلي جزء معين من النصوص مثل هاي الكلمه، وبعدها لاحقا تتحكم بيها داخل السي اس اس، تغير الالوان مثلا، اي شيء استطيع اضيفه مثلا، نغير الحجم الخط مثلا نكتب فونت سايز اللي هو هذا كود بلغه سي اس اس، ونكتب مثلا حجم الخط مثلا 12 او 13 بي تي. طبعا نحن هاي الاشياء راح نتعلمها لاحقا، بس انا حتى اشوفك شنو قصدي. فنسوي حفظ ونرجع نسوي ريفرش، او خلني اغير بعد الخط حجم الخط اكثر مثلا نسويه 16 ونحفظ. شوف انه كلمة ابل صارت بهذا الحجم، يعني انت تستطيع تسوي اي شيء. عفوا صارت 136 نسوي 16. لاحظ انه كلمة ابل غيرنا حجم الخط مالها. فاذا انت راح يكون عندك صلاحية تكتب كود سي اس اس على هذا العنصر، وبالتالي النص اللي موجود بداخله راح يتطبق عليه هذا التنسيق. بهذا الدرس راح نتعلم على كيفية إضافة الاقتباسات داخل الصفحة. طبعا الاقتباس هو عبارة عن حكمة أو مثل معين أنت تعرضه داخل الصفحة مالتك، وأكيد يعني مثلا يكون معروض بين علامات اقتباس، هذه العلامات مثل هاي علامات الاقتباس. فأنت تستطيع تجيب هذا الاقتباس مثلا يعني من مقالة، من مؤلف، من شخص معين مثلا، من رواية، أي مكان، تنسخ النص وتريد تسوي الاقتباس داخل الصفحة، بس مجرد تكتب تاج اسمه كيو أو معناها كوت باللغة العربية، يعني معناها اقتباس، وبالمنتصف تضع الاقتباس مالتك مثلا this is test quote، يعني هذه اقتباس يعني تيست تجريبي. فنسوي سيف، نلاحظ انه ضاف لنا هذا الاقتباس بهذا الشكل، ضاف لك هاي العلامة الأولى وهاي العلامة النهاية، وبالمنتصف وضع لك النص مال الاقتباس. فإذا تحب انه تضيف اقتباس داخل الصفحة مالتك استخدم هذا التاج، وضروري انه تستخدمه للاقتباسات القصيرة،
لأنه اقتباسات تكون طويلة راح نستخدم إياها تاج آخر. وبالمناسبة تستطيع يعني تضعها داخل paragraph مثلاً، يعني نكتب بيم سلاش بي وتضعها بالمنتصف، وعندك نص آخر تكتبه مثلاً hello مثلاً test نقطتين تسوي سيف. لاحظ إنه هذا التست تابع الباراجراف وهذا الاقتباس مالنا. بهذا الدرس راح نتعلم على كيفية إضافة الاقتباسات اللي تكون نوعا ما طويلة. بالدرس السابق تعلمنا عن التاج اللي اسمه كيو واللي نستخدم للاقتباسات القصيرة، بينما هذا الدرس راح نتعلم عن إضافة الاقتباسات الطويلة، وأيضا نستطيع نشير إلى المصدر أو يعني نشير إلى المصدر اللي أخذنا من هذا الاقتباس. فعلى سبيل المثال روح على موقع ويكيبيديا اللي اسمه ويك كوت، ينطيك اقتباسات كل يوم. مثلا هذا الاقتباس لهذا اليوم انسخها بالكامل واسوي له كوبي واريد اضيفه داخل الصفحة. فبما انه تعتبر اقتباس طويل فراح ارجع للصفحة اضيفه باي مكان هذا التاج اللي راح اشرحه هذا اليوم. مثلا اضيفه داخل البودي نفسه، يعني اكتب بلوك كوت، هذا اسم التاج اللي راح اشرحه انا بهذا الفيديو. بداخل البلوك كوت انت تضع الفقرة مالتك اللي تضمن اللي هي عبارة عن الاقتباس، تسوي سلاش بي وتلصق الاقتباس مالتك. تشوفون هذا نسخته نابل بي هذه. فلو نسوي سيف نرجع للصفحة نشوف ماكو شيء جديد، وانما فقط ضاف لي هذا الاقتباس، بس مع ذلك انطاني مثل مسافة بادية مع بداية الصفحة، يعني مثل اللي يسموها اندنت او مثل سبيسز يعني مسافات فارغة، حتى يشير انه هذا الاقتباس هو من مصدر خارجي او عبارة عن اقتباس طويل. أكو ميزة أخرى نستطيع نشير إلى المصدر عن طريق الرابط هذا، سيرا كوبي أو أي مصدر أنت أخذته من عند الاقتباس، وتروح على البلوك كوت تكتب سايت وتسوي لصق للرابط. لو نسوي سيف ونرجع للصفحة ما راح يتغير أي شيء، لكن المعنى أنه هذا الاقتباس مأخوذ من هذا الرابط. فإلى هنا أختم موضوع البلوك كوت، إن شاء الله تكونوا فهمتوه بشكل بسيط، يعني ماكو يعني فد شيء صعب. بهذا الدرس راح نتعلم على كيفية إظهار نص معين على شكل كود. طبعا مثل اكو مقالات يعني تضيفها داخل موقعك وتحتاج انه تضيف كود بسيط يظهر المستخدم على انه هو شكل كود وليس نص عادي. يعني على سبيل المثال لو تدخل هذا الموقع لتعلم البرمجة يتكلم على function بلغة بايثون اسمها print وظيفتها تطبع نص معين. فلو تلاحظون ضمن الشرح على هذه print اللي هي هاي function نلاحظ انه اللون مال الكود هذا الفانكشن تعتبر كود، يعني هو صح ما راح يشتغل يمك بس يعني كمظهر انه يبين كود، يعني تختلف عن بقيه النصوص من حيث الشكل ويعني الخط مالها. فهذا الشيء نحتاجه يعني حتى ننسق بعض النصوص. مثلا انت عندك موقع لتعلم البرمجه مثلا، فمثلا تحب انه تضيف اكواد بس يعني يكون شكلها مختلف يعني تنسيقها مختلف، فراح نستخدم تاج اسمه كود. هذا التاج بسيط بس مكتوب كود، وبالمنتصف تضع اي شيء مثلا شكله كود، مثلا يعني من كود من لغه اي لغه برمجيه مثلا لغه HTML CSS اي شيء، او مثلا من سي شارب اي لغه. مثلا اكتب برنت هذول الاقواس مثلا، واكتب مثلا هلو ويدي مثلا، ونسوي سيف نرجع للصفحه. تشوفون يعني هذا الخط هذا بالتحديد يعني يبين انه هذا الكتاب الثاني هو عبارة عن كود. فلو مثلا اضيف مثلا باراجراف واكتب this function print a text مثلا، واضيف هذا الكود داخل الباراجراف عادي يعني طبيعي جدا واسوي له لصق، نلاحظ انه هذا نص عادي this function print a text ونقطتين مباشرة ضفت هذا على شكل كود برمجي، واستطيع اغير اللون مالته يعني كل هاي الامور. بس لو تلاحظون انه يعني حتى الخط مختلف يعني عبالك انه هذا كود حقيقي. فهذا يعني يساعد المستخدم انه يفرق بين انه هذا كود وهذا نص عادي. فيعني انت يمكن ما تحتاج هذا التنسيق، بس يعني لاحقا مثلا اذا احتاجته فهذا راح يفيدك ان شاء الله.